السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا محطة تاع السكك الحديدية تاع مدينة جلفة، واللي يعني حسب الصور الأشغال تقرب من النهاية نتاعها. وأنا حسب رأيي المحطة هذه تعتبر أفضل محطة تاع سكك حديدية في الجزائر، وأكبرها حجما. تبقى النقطة السوداء هي قضية لا سوبر ستركتور هذه، يعني الهياكل المعدنية التي تغلف هذه المحطة إلى يومنا هذا. ما عرفت فهمت أنا لا فونكسيون تاعها، ما هي المهمة تاع لا سوبر ستركتور هذه؟ يعني هل هي لتغطية الحماية من الرياح أو من الأمطار أو من الظل من حرارة الشمس؟ لا، إلى يومنا هذا لم تظهر المهمة نتاع الغلاف هذا. المهم من الناحية الشكلية يعتبر جميل، لكن من ناحية لو كوتي فونكسيونيل الدور نتاعها مازال ما فهمناش. هي المهم انا اشكر يعني المؤسسات على ناصريف اللي راهي تقوم بعمل جبار من اجل تطوير يعني شبكه السكك الحديديه في الجزائر. ونترككم مع هذا الفيديو الرائع وهذه المحطه الرائعه، والسلام عليكم.